إن كنت من المهتمين بالتعرف على عالم الحيوان والإبل منه تحديداً، سنأخذك في رحلة خاصة للتعرف على عالم الصحراء. في منطقة الشندغة بالقرب من بيت الشيخ سعيد بن مكتوم يقع متحف الإبل، والذي كان يسمى قديماً بيت الركاب وخصص ليكون موقعاً لتدريب الجمال والخيول في ذلك الوقت. الهدف من المتحف هو يعني ترسيخ الموروث الثقافي للأجيال القادمة، وذلك لتعريفهم عن كيف كان أجدادنا عايشين قبل وجود الذهب الأسود. يتكون البيت من فناء داخلي واسع يطل على غرف وإيوانات، وله مدخلان غربي وشرقي، وتم توسعته في مراحل لاحقة ليضم مجموعة أكبر من الغرف والمرافق، وأصبح اليوم متحفاً لعرض الإبل. When I entered this camel museum, I really liked it because it introduced the history of how the camels were used in the past times. رحلة من الإثارة ستكتشفها فور دخولك إلى كل غرفة في هذا المتحف، تحكي تاريخاً وحقائق ونماذج وأدوات تتعلق بالإبل من حيث صفاتها وأنواعها وكل ما يتعلق بها. ومع تطور العصر وعدم اعتماد الإنسان مؤخراً اعتماداً كلياً على الإبل، سنعود إلى الماضي لنتعرف على العلاقة الوطيدة التي نشأت ما بين هذا الحيوان والبشرية، واعتماد الإنسان عليه وحاجته له حتى يومنا هذا في الحركة والتنقل، على اختلافهن لما يحمله من صفات الصبر وتحمله لقسوة البيئة. هذا الصرح العلمي العريق الذي بني في أربعينيات القرن الماضي يثبت لكل زائريه أسباب اهتمام دبي والدولة الحريثة بالإبل والحضارة التي ارتبطت به في دولة الإمارات العربية.